بسم الله الرحمن الرحيم. صباح هذا اليوم توجهنا نحن المبعدات عن المسجد الأقصى إلى أبواب السلسلة كوننا حرمنا من الوجود والصلاة والعبادة وحقنا في العبادة داخل ساحات المسجد الأقصى. فيما يسمى بعيد العرش التوراتي قد سمح للمستوطنين باقتحام المسجد الأقصى وطردنا من مسجدنا، ولم يكتف الاحتلال بطردنا من مسجدنا بل طردنا عن أبواب المسجد الأقصى وقام بالاعتداء علينا بالضرب بقوة تم استجلابها واستدعائها لضرب نساء عزل لا يحملن سوى القرآن وسلاح التكبير على أبواب المسجد الأقصى. أزعجنا أو أزعجهم صوتنا بتواجدنا وصمودنا وثباتنا ورباطنا ليؤمنوا حتى الاقتحامات في محيط البلدة القديمة، ولكننا هنا على أبواب المسجد الأقصى وعلى أسوار مدينة القدس نصدح بالله أكبر أمام هذا المحتل الذي يستخدم معنا كل الآلة الحربية التي يمتلكها، ونحن نستخدم عقيدتنا وسلاحنا للإيمان بأننا نحن أصحاب هذا الحق. لن يثنينا ولن نتراجع ولن نستسلم ولن نخضع لهذا المحتل ولقوته العسكرية والمادية التي نستخدمها.